نشير إلى أن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة دي فريير أعلن أن فرنسا تعتزم طرح مشروع قرار حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة على مجلس الأمن الدولي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية الأستاذ رائد الدبي. أستاذ رائد أهلا بك، ما فائدة أي قرار يطرح على مجلس الأمن إذا كان الفلسطينيون ينظرون إلى أي قرار قد يوقف الحرب ينتظر فيتو أمريكي أو لا تلتزم به إسرائيل؟ أسعد الله صباحك وصباح كل السادة المستمعين بكل الخير. نعم صحيح، قبل أيام كان هناك قرار في مجلس الأمن دون فيتو أمريكي ولم يتم تحريك ساكنا من أجل وقف الضحايا، بالعكس اليوم هناك 4 موظفين دوليين يتم اغتيالهم واستهدافهم من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، وبالتالي إسرائيل يعني توجه رسالة جديدة هذا اليوم إنه ليس هناك أي وزن لا للقانون الدولي ولا للمجتمع الدولي ولا للأمم المتحدة. الشيء البارز اليوم أنه إسرائيل غير آبها بكل ما يجري دوليا، حتى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني صباحا الإدارة الأمريكية تقول أن إسرائيل قررت أن تأخذ بعين الحسبان ملاحظاتها حول اجتياح رفح. هذا يعني عمليا بأنه الإدارة الأمريكية يعني قد استسلمت لقرار نتنياهو باستكمال اجتياح رفح، وهذا يعني أنه إحنا لا سمح الله ومع الأيام القادمة مقبلون على جريمة كبرى وعلى مجزرة كبرى. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 1.5 مليون فلسطيني موجودين اليوم برفح، رفح في أقصى جنوب غزة، وهذا يعني أنه هي الملاذ الأخير لما يزيد عن 1/3 أهلنا في قطاع غزة. وبالتالي إسرائيل ونتنياهو شخصيا يضرب بعرض الحائط كل المساعي الدولية. ثانيا، احنا استمعنا قبل سنوات إلى مبادرة فرنسية من أجل إطلاق ما يسمى بعملية سياسية قد تفضي إلى دولة فلسطينية مستقلة، لم تطلق أصلا ولم يعني تلتفت لها إسرائيل من حيث المبدأ. اليوم المجتمع الدولي جميعه يمتلك الجزرة لإسرائيل، بمعنى يمتلك كل مقومات الدعم والفيتو الأمريكي والأسلحة والدعم أو الصمت، والصمت تواطؤ في هذه الظروف، بينما يعني لا أحد يحمل عصا على إسرائيل، سواء هاي العصا كانت من خلال المقاطعة أو من خلال فرض عقوبات. العكس تماما هو الذي يجري. للأسف الشديد اليوم أصبحت الأرقام بالنسبة إلنا تتحول إلى أرقام صماء، بمعنى يوم أمس 200 شهيد، وقبل ذلك يعني جريمة كبيرة للغاية فظيعة في مستشفى الشفاء، آلاف تم يعني قتلهم، أو حتى الروايات التي خرجت تقييد جرحى وقتلهم، دفن أحياء ومرور الدبابات عليهم في محوط مستشفى الشفاء. يبدو أن المجتمع الدولي أصبح متلبدا لدرجة أنه لم يعد يعنيه ما يجري في قطاع غزة، وكأنه الدم الفلسطيني أحمر والدم يعني الإسرائيلي هو دم أزرق. وبالتالي أنا أعتقد أن إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، لا سيما مع استماعنا إلى يعني هاي الأسطورة التلمودية التي تتحدث عن وجود البقرات الحمر، والتي من المفترض يعني أن تقوم مجموعات صهيونية متطرفة بحرقها في مكان يطل على المسجد الأقصى المبارك، كل ذلك سيشعل يعني فتيل انتفاضة جديدة وحالة جديدة من رد الفعل الفلسطيني على ما يجري من أفعال وجرائم وإبادة جماعية في قطاع غزة، وحرب مستترة أيضا في الضفة الغربية. ما نرى كل يوم في جنين، في طول كرم، في نابلس، من ما يسمى بعقيدة الضاحية التي تقوم على تدمير البنية التحتية، تحويل الإنسان الفلسطيني يعني إلى حالة من الصدمة بحيث يقبل كل شيء. الفلسطيني لن يقبل بذلك، وشعبنا الفلسطيني الذي أثبت في كل مرة أنه كطائر العنقاء قادر على أن ينهض من جديد، سيفاجئ المجتمع الدولي وأنظمة التطبيع العربية، وسيفاجئ كل العالم بأن هذا الصمت لن يؤدي إلا إلى مقاومة فلسطينية ورد فعل فلسطيني. نعم، في ظل كل هذا ما تحدثت به، وكذلك في ظل العجز الدولي وأن متحكم الأساس والرئيس في هذا العالم على ما يبدو في هذا الاتجاه هي الولايات المتحدة الأمريكية، ألا يجب على الفلسطينيين أن يغيروا أدواتهم في استخدامها سواء مع الإدارة الأمريكية أو غيرها؟
أنا أعتقد أنه الأهم أن نهتم قليلاً بالشأن الداخلي الفلسطيني، يعني قبل أن ننطلق إلى المجتمع الدولي ونحسم أدواتنا تجاه المجتمع الدولي، لأن إحنا أحد أخطائنا الكبرى هو اهتمامنا ووضعنا المجتمع الدولي كأولوية كبرى خلال العقود الأربعة الماضية. آن الأوان لكي نولي اهتماماً بالشأن الداخلي الفلسطيني، وأقصد بذلك وحدة وطنية، إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال إعادة بنائها وإصلاحها وإشراك الكل الفلسطيني فيها، وفي مقدمة ذلك الكل حركتي حماس والجهاد الإسلامي. آن الأوان للتداعي إلى حوار وطني فلسطيني، إلى طاولة وطنية فلسطينية لكي نحدد أولوياتنا وتعريفاتنا، وماذا نعني بالمصالحة، وماذا نعني بالمقاومة، وماذا نعني بالديمقراطية. آن الأوان لإعادة الاعتبار للمواطن الفلسطيني، هذا المواطن الذي لم يمارس حقه بالانتخاب منذ عام 2006 و2005 بالانتخابات الرئاسية. آن الأوان لمؤسسات المجتمع المدني وللقوى التي تؤثر بالرأي العام أن تلعب دورها الحقيقي، ليس كمتفرج إنما كلاعب حقيقي، لأنه لو ضلينا 100 سنة نتفرج يعني لن نستطيع أن نحرز أهداف. بالتالي آن الأوان للضحايا الحقيقيين لحالة العبث الموجودة اليوم من الاحتلال ومن الانقسام أن يكونوا لاعبين أساسيين. وبالتالي أنا أعتقد قبل أن نغير أدواتنا مع المجتمع الدولي علينا أن نجتمع داخليا، أن نعيد البوصلة إلى الشأن الداخلي الفلسطيني، أن نحقق مجتمع يقوم على الانتخابات، على الديمقراطية، على التعددية، أن نكف عن حالة هذا التراشق في ظل الموت. في كل ذلك هو الذي سيجعلنا قويين أمام المجتمع الدولي. لكن السؤال أستاذ رائد، تحديدا 6 أشهر من إبادة ومحرقة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة، لماذا لم تحرك المياه الراكدة فيما يتعلق بالحوار الوطني وتشكيل رؤية وطنية جامعة للكل الفلسطيني في ظل ما يحدث؟ لأنه ليس هناك إرادة حقيقية حتى اللحظة لدى كل الفرقاء على الساحة الفلسطينية. 2، أنا أعتقد لأنه ليس هناك ضغط فلسطيني داخلي. باختصار يعني الفرقاء لا يشعروا أن المواطن الفلسطيني قد وصل إلى درجة يقول فيها كفى لهذا العبث، كفى لهذا الانقسام. وبالتالي الحالة التي تجري اليوم تشكل حالة مثالية للمستفيدين من حالة الانقسام الفلسطيني، لأنه ليس فقط 6 شهور إنما أيضا 100,000 يعني من الضحايا الحقيقيين من المواطنين، 100,000 حلم و 100,000 حياة و 100,000 روح، يعني ما بين فقدت حياتها أو تحولت يعني إلى حياة مأساوية. هذا للأسف الشديد يثبت أنه لو كان هناك إرادة لكانت يعني ما يزيد عن 32,000 شهيد، يعني تردع الجميع أن يتخذ خطوات في هذا الإطار. لكن من الواضح أنه آن الأوان للشباب، للمجتمع المحلي، لرجال الدين، للإعلاميين أن يتحركوا من أجل إنهاض الرأي العام والشارع لكي يصنع الوحدة الوطنية بأدواته وبطريقته. غير ذلك أنا أعتقد أنه يعني هذا سيكون حالة من العبث. شفنا قبل يومين يعني استشهاد مجموعة من ضباط المخابرات الفلسطينية على يد الاحتلال الإسرائيلي على سبيل المثال، واستمعنا إلى تصريحات في هذا الموضوع وكأنه وجود يعني مجموعة من أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يحاولون أن يساعدوا الناس. تم وصفهم بالمتسللين وتم وصفهم بصفات يعني أنا أعتقد أنه يعني هي غير حقيقية، وهذا يثبت مرة أخرى أنه الانقسام ينخرنا، وأن إحنا بحاجة إلى أن نلتقي داخليا، وأن إحنا بحاجة أن نتفهم أنه الضفة الغربية للجميع وقطاع غزة للجميع، وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة ليس مشهدا متسللا إنما هو مشهد طبيعي. السلطة الوطنية تصرف مئات الملايين في قطاع غزة، حركة حماس هي جزء أساسي من حركة التحرر الوطني، ووجودها في الضفة الغربية هو جزء طبيعي وحالة طبيعية وحالة صحية. علينا أن نتفهم أنه إحنا يجب وجود فتح في غزة ووجود حماس في الضفة الغربية هو امتداد لحالة النضال الوطني الفلسطيني، وعلينا أن نفهم جميعا أنه إحنا كلنا جزء من يعني نسيج مجتمعي لا يكتمل إلا بتنوعه وتناغمه. وبالتالي علينا أن نتفهم أيضا أنه لا يستطيع أحد أن يقصي الآخر، وأنه لا يستطيع أحد أن يلغي الآخر، وهذا كان واضح من خلال سنوات العجاف
بالانقسام الفلسطيني، لكن يبدو أننا لم نتعلم الدرس ولا زلنا حتى اللحظة نعيش يعني حالة تجاوزها 7 أكتوبر، حالة الانقسام وحالة الإلغاء الآخر. للأسف الشديد الانقسام موجود في المكاتب، لكن في الميدان إذا نزلنا على الميدان سنجد أن الناس تريد الوحدة وتريد الديمقراطية وتريد أن تمارس حقها من خلال صناديق الاقتراع، لكن ما يجري من خلال النخب هو عكس ذلك تماما، وهذا لا سمح الله قد يخسرنا ما تبقى لنا من وطن. إحنا كنا منقسمين ما بين معارضة وموالاة، ما بين حسيني ونشاشيبي قبل عام 1948، خسرنا 78% من أرضنا التاريخية. أتمنى يعني أن تظل لنا بلاد وأرض لكي نعيش عليها ونورثها للأجيال القادمة، لكن سلوكنا الجمعي للأسف الشديد لا يشي بذلك. أود أن أشكرك أستاذ رائد الدبي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، شكرا جزيلا لك.